السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أبنائي وبناتي طلاب الصف الأول الإعدادي مع درس جديد من دروس مادة العلوم. النهاردة إن شاء الله بكمل معاكم الخواص الفيزيائية للمادة، هناخد التوصيل الكهربي والحراري، وهناخد بقية الدرس الأول الخواص الكيميائية. يلا بينا نبدأ درسنا النهاردة. عندنا الخاصية رقم 6 النهاردة اللي هي بنسميها التوصيل الكهربي. احنا عندنا المواد من حيث قدرتها على التوصيل الكهربي بتقسم الى المواد من حيث قدرتها للتوصيل الكهربي بقسمها لاي حاجتين. عندي مواد جيدة التوصيل الكهربي ومواد رديئة التوصيل الكهربي. يلا نتعرف على دول ودول. في ناس كتير شاطرة هتقول لك ما احنا عارفين من الابتدائي. يلا خش معايا. اول حاجة عندنا المعادن. يلا يا باشا، المعادن ايه؟ خد عندك الالومنيوم. واحد سمع واحد بيقول هناك اهو النحاس، برافو عليك. طب ايه كمان؟ الحديد، الله يفتح عليك. المعادن دي مواد ايه يا جماعه؟ مواد صلبه بتوصل الحراره وبتوصل الكهرباء، بس احنا دلوقتي بنتكلم في الايه؟ في الكهرباء. طيب عندنا كمان بعض المحاليل يا جماعه. يعني ايه محلول؟ محلول يعني حاجه دايبه في سائل، ده اسمه محلول. يعني لو دوبت الملح في الميه يبقى اسمه محلول. طب ايه المحاليل اللي بتوصل كهرباء؟ عندنا محاليل الاحماض زي عصير الليمون، ما هو ده حمض الليمونيك، عصير الليمون ده حمض بيوصل الكهرباء. عندنا القرويات زي البوطاس اللي بيبقى موجود في الصابون اللي بيحرق عينينا لما بنيجي نغسل وشنا بالصابونه. عندنا محلول ملح الطعام، يعني ميه بملح. دي كده المحاليل اللي بتوصل ايه؟ الكهرباء. طيب المواد بقى رديئة التوصيل، عندنا في منها الصلبة وفي منها المحاليل وفي منها الغازات. يلا كده نبدا مع بعض. صلبة زي ايه؟ ايه الجميل اللي قال الخشب؟ الله يفتح عليك يا ابني، برافو. طب واحد البلاستيك، يا سلام عليك يا حبيبي اللي قلت بلاستيك. عندك ايه كمان رديئة التوصيل للكهرباء؟ الكبريت. عندنا الفوسفور، يبقى دي من العناصر رديئة التوصيل للكهرباء الصلبة. طب المحاليل بقى، محلول السكر في الميه ومحلول كلوريد، اسمه كده كلوريد الهيدروجين لو حطيناه في البنزين. طيب والغازات رديئة في ايه؟ في الظروف العادية يا جماعة، في الظروف العادية الغازات ما بتوصلش ايه؟ كهرباء. وإلا بقى لو كان الهواء بيوصل كهرباء كان عايز يسلك عريان في الشارع تلاقينا كلنا بنترعش في الشارع والناس كلها اتكهربت وقعت على الأرض. بس الحمد لله يا رب إن الغازات ما بتوصلش كهرباء في الظروف العادية. طيب هنا بقى عايزين ناخد تطبيق على الكلام ده، أحسن تطبيق اللي هو دوت. اللي هي إيه؟ تصنع أسلاك الكهرباء من النحاس وتغطى بطبقة من البلاستيك. يلا يا شطار جاوب، ولو جالك سؤال عالي اهو هتقول له ايه؟ لأن النحاس ها جيد التوصيل للكهرباء والبلاستيك برافو رديء التوصيل للكهرباء. طب السؤال الثاني، يصنع المفك من الحديد الصلب واليد بتاعته من البلاستيك، يبقى زي السؤال اللي فات، لأن الحديد جيد التوصيل للكهرباء والبلاستيك رديء التوصيل للكهرباء. يبقى احنا كده خلصنا التوصيل الكهربي بأهم أسئلته. الخاصية الفيزيائية السابعة والأخيرة التوصيل الحراري. نفس اللي قلناه في الكهرباء هنقوله هنا. تقسم المواد من حيث قدرتها على التوصيل الحراري إلى حاجتين، مواد جيدة التوصيل، يلا كملوا معايا، الحراري برافو،
وإيه؟ يلا قولوا. مواد رديئة التوصيل الحراري. مية مية رجالة، الله ينور عليكم يا بنات. المواد جيدة التوصيل للحرارة عندنا المعادن زي الحديد، زي الألمونيوم، زي النحاس. طب والمواد رديئة التوصيل للحرارة عندنا الخشب، عندنا البلاستيك. طيب عايزين تطبيق بقى على الكلام دوت، يلا بينا. تصنع اواني الطهي من الالومنيوم. ليه يا جدعان؟ لانه جيد التوصيل للحرارة. طيب واللي بعد كده لما اقول لك اعملها بلون تاني، تصنع مقابض اواني الطهي من الخشب او البلاستيك. يبقى الايد بتاعت الحلة خشب وبلاستيك. ليه يا جماعة؟ لان الخشب والبلاستيك رديء التوصيل للحرارة. وبكده نكون خلصنا السبع خواص الفيزيائية للمادة، ويلا بينا ندخل على الخواص الكيميائية للمادة. عندنا الخواص الكيميائية للمادة بنقول كده، الحتة دي مهمة، تختلف الفلزات بعضها البعض من حيث النشاط الكيميائي. صح صح معايا. بنقسمها إلى إيه بقى؟ إلى ثلاث حاجات يا جماعة، ركز بقى في الحتة دي الله يخليك. بقول عندي فلزات نشطة جدا، يعني شبطة، يعني عاملة زي الولد اللي هو تعمل له كده يمسك على طول، مفيش تفاعل. وبعدين عندي فلزات بقى على مهلها شوية، نشطة بس ايه بقى؟ نسبيا، يعني على بالراحة عليها. وعندي فلزات بنقول عليها ضعيفة النشاط. هنعرف الفرق بينهم. أول حاجة، ليه الفلزات النشطة جدا كده؟ قال لك لأنها تتفاعل مع الأكسجين بمجرد تعرضها، خلي بالك الحتة دي، للهواء الرطب. أعوذ بالله، أول ما تشم الهواء اللي فيه بخار مية، وأول ما تلاقي الأكسجين، أوب تروح جاية متحدة معاه. طب زي مين؟ زي البوتاسيوم وزي الصوديوم، دول شبطة، يعني يشوفوا مية ويشوفوا أكسجين يتحدوا معاهم على طول. يبقى دي إيه؟ فلزات نشطة جدا. طيب أعمل أنا إيه في المصيبة ديت؟ أشيلهم إزاي؟ عشان كده بتحفظ تحت سطح، ركز بقى، الكيروسين. يعني انا اجيب الصوديوم والبوتاسيوم واغطسهم تحت الكيروسين، احطهم كده تحت منه علشان ما يتعرضوش للهواء ايه؟ الرطب، وامنع تفاعلهم مع الهواء الرطب. يبقى دي طريقه الحفظ بتاعتهم. اما الفلزات النشطه نسبيا، هي كمان بتتفاعل مع الاكسجين بس براحتها بقى، بعد ايه؟ بعد فتره، يعني ممكن تكون كمان عدة أيام، يعني براحتها خالص. ولما تتفاعل مع الأكسجين بالتعرض برضه للهواء الرطب، بتروح عاملة إيه؟ بتكون طبقة. بتكون طبقة عليها، اللي هي طبقة بنسميها الأكسيد. طيب مين العناصر اللي بتعمل كده؟ عندنا الحديد، عندنا النحاس، عندنا الألمونيوم. التلاتة دول. طيب ايه الحل في المشكلة دي؟ ما الحديد لما بيتعرض للأكسجين والرطوبة بيصدي، علشان كده بتطلى كباري وبتطلى أعمدة الإنارة بالبوية أو البوية لمنع الصدى والتآكل، وتغطى قطع غيار السيارات بالشحم لمنع الصدى والتآكل. والألمونيوم عندنا في البيت لما يبقى شكله كده مش بيلمع، ماما بتغسله بسلك المواعين الخشن، بتدعكوا بسلك خشن ألمونيوم علشان تشيل الطبقة اللي متكونة عليه.
يبقى دي طريقة التعامل مع الطبقة اللي اتكونت على هذه العناصر. أما الفلزات ضعيفة النشاط برضو بتتفاعل مع الأكسجين، بس بقى بتتفاعل ايه بقى؟ بص الحتة اللي جاية بصعوبة، يعني بالعافية نقول لها والنبي اتفاعلي عشان خاطر ربنا اتفاعلي، أبدا بصعوبة. ده عند ايه بقى؟ عند تعرضها هي كمان للهواء ايه؟ للهواء الرطب. طيب زي مين عندنا كده؟ عندنا اللي هو الفضة، عندنا الذهب، عندنا البلاتين، وعلشان دول عناصر ضعيفة النشاط بتستخدم في صناعة الحلي، يعني الزينة اللي الستات بتلبسها، عندنا الكروم، عندنا النيكل. الكروم والنيكل ممكن نغطي بيهم حاجة زي الحديد عشان ما يصديش، ليه؟ لأن هم أساسا ضعيفة النشاط ومواد تتفاعل بصعوبة مع الأكسجين في وجود الرطوبة. وبكده حبايبي نكون وصلنا لنهاية الدرس الأول، شرحت لكم فيه 7 خواص فيزيائية والخواص الكيميائية للمادة. انتظروني في فيديو قادم أسئلة على الدرس الأول، مراجعة شاملة جميع أنواع الأسئلة. اوعوا تسيبوا القناة، خليكوا هنا، إن شاء الله هتقفلوا وتجيبوا الدرجة النهائية مع مستر محمد علي وقناتكم قناة المتفوقين نفهم دروس مجانية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.